مدينه مو بصاحي والله. يلا ايش هذا؟ ايش هذا الكره دي مع مثلا مع هاني اهي خلاص. الكره دي جديده هيحذفها البسين. تعال نعمل بروفا، تعال نعمل بروفا، تعال نعمل بروفا للنقيب اهو قدامي خلاص. النقيب اتهز ما يتهزش، انما هعمل ايه؟ نعم يمسك. اسمها الهزيزه اسمها، خلي يعني من غير ما يعني اذا تهز او ما مسك الكوره فهو خسران. فهو كده وصلتكم؟ كيف وصلتكم؟ انا بتهز. لا احنا عايزين ده. يلا يعني ممكن مره يبعتك وممكن مره يبعتها يجيبك. حاجه من الاثنين. الله يلا هبدا انا جاهز. وانت كمان. انا خلاص انا رحت في اللعبه دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انا عارف نفسي في اللعبه دي. ريح يا بيسو ريح كده صح. بس عايزين الحاجات بقى. معامل الاكشن بقى. لا اعطيك الحاجات. عمل اوكي كده. هز اتهزيت. ما تهزيت الا اتخضيت. لا ما تخضيت. انا رحت مع الكوره. هي دي هي دي. طيب عايزين ثبات. ثبات. يلا يلا غزي. بسم الله هوب. الله عليك. يلا هيك. ده انا بتهز وانا بره. الله عليك. لقد اهتززت. على فكره انتوا مش فريقين يعني تقدروا انتوا تلعبوا. يعني احنا مش فريقين. اوكي اليس براحتك. جاهز يا هاني؟ بص بقى اهم حاجه بس اللي هتبص له ولا تبعتها له. ايوه عشان التاني ما يتعبش. ما هوش. لا هوش براحتك. يلا لقد سقطت الكرة. ايه تايم. يلا نسخن بقى يا رجالة. يلا يلا. لا انا كنت بسقى. عادة. هات الاعادة. نقيب كوباية الشاي. يلا لا ايه ده يعمل كده. ايه ده لسه ما بديت. ايوه عادة. ايش هذا؟ ايش هذا الحرقة اللي تمسكها بالكيف بالقاف بالكيف. هذا معاك ضام انك ما حتلعب معايا. ما فيش معايا. لا اقول لك هو يعني هنا عنده احساس الموضوع ده. شو خطه؟ طب اقول لك على حاجه. تعالى غزي مكاني. ايوه تعالى مكاني. شكري. يلا انتوا الثلاثه مثلث. شوف كده. نعم. وانت تتمضمض. نعم. من اول ما قلت لك يقول لك ثبات. هو هو اي حاجه مالك دخل فيه. هو مالك دخل فيه. مالكش دعوه بيه. لا ايوه. الله ها شوف انت شوف يا ربي يا ربي. النهائي النهائي. لا لا خلاص هاني هاني يلعب. هاني 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 خلاص. طيب لا تعال يلا انت اقعد هنا. انت الدربي اسمه بيقولوا ايه؟ دربي دربي. يلا الله شوف هذا. يا ما فيش ما فيش اهتزاز. اصل في الاخر هتقع عادي. اوكي يلا اوعى يا دعوة. خد بالك ما عملتش حاجة. خد بالك يحرك حواجبه ابراهيم. بيلعب لي شنبو فيش غيرها. بس اتخض خلاص. عرفتوها كده؟ لا لسه. عايزين بقى احنا الخمسة.